بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراوي مقدمي الفداء. سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي، الأخوة المشايخ، الأساتذة، الحضور الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن ما عندنا مشكلة في وجود المكتبات، بس عندنا مشكلة في وجود ناس تستفيد من هاي المكتبات. يعني عندنا خلل في ثقافة القراءة. الأخ المقدم قال أن القراءة ضرورة وليست كماليات. إحنا للأسف القراءة عندنا ليست بضرورة ولا ثقافة، وإنما كماليات. يعني إذا حصلت وقت حاول أقرأ، بينما أن المفروض أنا من جزء نفس ما آكل وأنام وأشتغل، المفروض أن عندي وقت مخصص للقراءة. طبعا هذه الثقافة مو معقولة تجي من فراغ. يعني عندنا خلل في بيئة المنزل حتما. لو كان الأب والأم من أهل المطالعة، بنسبة كبيرة الابن راح يطلع من أهل المطالعة. يعني تجد الغربيين في الليل الأم لأن تبي تنام ولدها تقرأ له كتاب، هو ينام على الكتاب، فبالتالي طبيعي أنه يكبر ومتعلم على هالثقافة، ينام على الكتاب. نجي إلى المجتمع. قد أحد يعني قد مرة أو في ثقافة موجودة بيننا أن واحد يجي مثلا يشتري كتاب ويقرأ الكتاب وتالي يروح يهديه إلى أصدقائه، قالوا هذا كتاب جيد، من المناسب أنه تقرأ وتستفيد منه. هل أساسا من ضمن الهدايا اللي نقدمها إلى بعضنا كتاب موجود، أو يعتبر الكتاب لا قيمة له؟ يعني وش الكتاب حتى نقدمه هدية؟ دينار، دينار ونص، دينارين، مو شيء. يعني هذا مو هدية أساسا. يعني بينما الواقع المفروض أن يعني نفس ما ذكرت أن هذا الكتاب المفروض أنه يتداول بين الجميع، وإحنا نفتخر أن نهدي أخواننا واللي نحبهم هذا الكتاب، ونشارك في صناعة هذه الثقافة، ونستغل أوقات فراغنا. ترى في إحنا يعني يمكن واحد يقول ما عندي وقت، مستحيل. أنا عن نفسي يعني إذا لو كل واحد يخلي كتاب صغير كتيب خله في جيبك، يعني حتى وانت واقف في، أنا ما بدخل الحين هذا سليم ولا لا، بس أنا عن نفسي أقول لك حتى انت واقف قدام الإشارة في الشارع تحصل 3 دقائق تقرأ فيهم. إذا انت تبغى تقرأ تحصل، انت رايح من وزارة حكومية تنتظر دورك للمعاملة، هذا وقت فراغ، من بدل ما تلعب فيه في الواتساب اقرأ كتاب. تنتظر اي شيء، رايح اي محل، يعني موجود اذا انت تبي، الفترة والمساحة موجودة. بس نفس ما قلت هذه ثقافة غير موجودة عندنا، ثقافة القراءة للأسف مفقودة عندنا. انا بس بذكر تجربتي الشخصية يعني على القراءة. أنا بعد طبعاً قال لي أتكلم عن مؤسسة فخراوي وصاحب المؤسسة عمي الشهيد الغالي، الله يرحم جميع الشهداء ويرحم أمواتكم. فأنا كان عمري 2.5 سنين ومعي التوأم أخوي أنا محمد وعلي، أبونا توفى الله يرحمه، فكان الشهيد هو الوصي علينا، ونحن نفتخر أن تربية شهيد ونتمنى أن نؤدي هذا الحق. كان عمرنا 10 سنوات، جاب لنا كتاب قصة، فيها كتاب في 100 قصة، فقال لنا تقرون 10 قصص، كل 10 قصص تقرون، تالي هو يمتحننا لازم نقول على الأقل قصتين من 10. إن قلت قصتين حصلت هدية. فتتصور 10 و10 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 وقصتين قصتين صاروا 20. قرأت 100 قصة على الأقل عرفت 20. هدية 20 دينار، قبل 20 سنة 20 دينار واجد. عقب هاي الكتاب أتذكر كان في فترتها في جاي كان تذكرون بوستر في شكل دائري في حديث في فضل أمين المؤمنين علي عليه السلام 47 حديث، صحيح؟ فأعطانا هذا، قال إذا حفظتون 47 حديث فضل أمين المؤمنين إليكم هدية. وفعلا كانت هدية أيضا مجزية، يعني على كل حديث دينار، 47 دينار. قد يكون هذا مو متوفر للجميع، ولكن أنا بقول إن هذا كان أسلوب. ومن ذلك الحين صارت بالنسبة إلى أننا نحفظ أحاديث بفضل أمير المؤمنين أو أهل البيت، أو نقرأ جزء من ثقافتنا. اللي بوصل الرسالة المفروض نحن نبدي من البيت،
مو نحط مكتبات نقول لأولادنا روحوا اقرأوا بدون أي تحفيز، بدون أي أفكار تكون جذابة. خروجا إلى مكتبة فخراوي أو مؤسسة فخراوي، تأسست عام 1984 في سوق المنامة، وبعدين انتقلنا إلى ديه أو جد حافظ، ومن جد حافظ إلى السهلة. فالفرعين الرئيسيين صاروا تالي ديه والسهلة. المكتبة المؤسسة بدأت ببيع الكتب، ومن ثم انتقلت إلى التوزيع، يعني عملت في مجال التوزيع، ومن ثم الطباعة، وبعدين النشر والترجمة. في عام 1999 كانت نقلة نوعية، إذ عملت المؤسسة في مجال تزويد الكتب الأكاديمية لجامعة البحرين، وكان الجامعة مقررين أن مركز بيع الكتب عندهم يعطونا إلى جهة خارج الجامعة، ورست المناقصة علينا. وفي عام 2000 رست مناقصة المعهد علينا، وظلينا إلى ما قبل قريب، يعني إلى 2010 احنا نزود جامعة البحرين وجامعة مسقط ومعهد البحرين بالكتب الأكاديمية، وللأسف الحين بعد توقفت، بس مو احنا اللي وقفنا يعني. وجامعة العلوم التطبيقية كل كتبهم احنا طبعناها. تقريبا مكتبة فخراوي طبعت 150 عنوان كتاب، وركزت على المؤلفين البحرينيين. كان الشهيد يهمه كثير أن يكون للمؤلف البحريني دور، ولا أبالغ أنه كان يطبع بسعر الكتاب أو أحيانا يدفع من عنده إذا كان مؤلف بحريني، فقط أن يكون في السوق موجود مؤلفات إلى مؤلفين بحرينيين. كما عملت مكتبة فخراوي على ترجمة 250 عنوان كتاب طوال السنوات هذه اللي راحت، وكنا أول مكتبة عمل أو مؤسسة عملت على حفل توقيع كتاب، يعني ثقافة أن ندشن كتاب ويجي المؤلف ويوقع. هذا كان في 2006 كتاب الوعد الصادق لمؤلفي الأستاذ محمد حسين بزي، وبعدين هذه الثقافة صارت جد دخلت المعرض وانتشرت. يعني السلام في تقريبا بين 10 إلى 15 سنة، يعني من التسعينات إلى 2010 بحسب تقييم وزارة الإعلام نفسها، كانت مكتبة فخراوي أفضل مكتبة بحرينية، ونعطى مساحة كبيرة في المعرض. دائما نحن في الافتتاح، ودائما المسؤول الرسمي اللي يفتتح يمر على مكتبة فخراوي. هذا إلى 2010 يعني، وبعدين ظروف تغيرت. أما الأخوة طلبوا أن أنا أذكر بعد كذا خاطرة عن الشهيد في هذا المجال، أنا بذكر خاطرتين. الخاطرة الأولى، أنا أكدت أن الشهيد كان يعني بالإضافة إلى الإخلاص اللي عنده، كان همه أن لا يكون المؤسسة هذه تجارة بقدر ما هو مؤسسة تساهم في نشر الثقافة وطباعة الكتب. أحد التجار هو هم تاجر وهم إنسان مثقف، يعني يقول جاءني يوم من الأيام الشهيد وجاب لي كتاب موسوعة، فقال لي هذا الكتاب جدا محترم وقيم إذا نطبعه وينتشر يعني. فيقول أنا شفت الكتاب، كان يسألني عن رأيي، قلت له والله الكتاب خوش جيد. قعدنا نحسب على أساس أنه بيطبعه بكلفة هالقد، وبعدين بيعرضه في السوق بهذا السعر حتى يكون مناسب للجميع. يقول أنا قلت له زين هذا إذا أنت بتبيعه بهالسعر بتخسر، هذا مو سعره يعني. فيقول رد علي قال لي لو أنا كنت أبحث عن الربح لما طبعت هذا الكتاب. أما الخاطرة الثانية اللي أنا نفسي يعني شخصيا كنت فيها، في بداية 2000 كانت تذكرون منعوا كتاب مفاتيح الجنان لمدة. حينها كنت أنا صغير ولا زلت بعد صغير أشتغل هناك داخل المكتبة نبيع الكتب، صار حملة إحنا طبيعتنا إذا شيء في إيدنا ما نعرف قدره، قالوا منعنا مفاتيح الجنان، صارت هجمة كل من يبغى يشتري مفاتيح الجنان. فكنا نبيع مفاتيح الجنان، الشهيد قال لنا تبيعون كتاب بنفس السعر. المكتبات الثانية رفعت السعر إلى الضعف. أنا رحت له، لا كل المكتبات يبيعون الضعف، إحنا ليش نبيع نفس السعر؟ قال لي يروح بيع نفس السعر.
المكتبات الثانية نفذت كل الكميات اللي عندها، بقلنا بس احنا في البحرين اللي عندنا مفاتيح الجنان. جو المكتبات الثانية يشترون عندنا نفس السعر ويروحون يبيعون الضعف. رحت لقيت لك زين، هم يشترون من عندنا يبيعون الضعف، ليش احنا نبيع نفس السعر يعني؟ قال لي يا ولدي هذا الكتاب يجب ان يكون في بيت كل بحريني، ولو تطلب الامر راح افتح المخزن مالي ووزع على البحرينيين مجانا. هذه خاطرنا بعد. وفي الختام اشكركم على اتاحة الفرصة للمشاركة، واتمنى ادعو لكم القائمين على هذا المشروع بالتوفيق، والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربي على محمد وآل الطاهرين.